حرصت مصر بتوجيهات من القيادة السياسية على زيادة معدلات التبادل التجاري مع دول القارة الأفريقية كما حرصت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على تسخير إمكانياتها وخيراتها لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك ونفذت عددا من المشروعات المتنوعة في القارة الأفريقية تسعى مصر بشكل مستمر نحو تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وتنميه مستدامه لدول القاره الافريقيه وهو ما عملت عليه القيادة السياسية من خلال توجيهات رئاسية لمؤسسات الدولة نحو العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري مع دول القارة الأفريقية والمساهمة في تعزيز التجارة البينية وتحسين البنية التحتية والتوسع في مشروعات ريادة الأعمال، وإيمانا منها بأهمية التكامل الاقتصادي القاري لتعزيز التعاون في المجالات كافة، عملت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على تسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك، فنجحت في تحقيق اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في القاهرة وأطلقت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية المنظمة لها وذلك في سبيل تفعيل التعاون بين الدول الأفريقية لإقامة تكتل اقتصادي بحجم ثلاثة تريليون دولار ويجمع واحد مليار شخص. ومن خلال إمكاناتها الكبيرة لا سيما في مجال التعمير والتنمية نفذت مصر مشروعات متنوعة في أفريقيا تضمنت إنشاء السدود ومحطات مياه الشرب وحفر الآبار الجوفية وعلى صعيد الإنشاءات تتواجد الشركات المصرية في أكثر من 20 دولة أفريقية لتنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية وفي تجسيد لقدرات وإمكانات الشركات المصرية في تنفيذ مثل تلك المشروعات يشير تحالف من الشركات المصرية سد على نهر روفيجي بتنزانيا، وذلك بهدف توليد الطاقة الكهرومائية ليكون من أهم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في القارة الأفريقية بتكلفة وصلت إلى ثلاثة مليارات دولار. كما يمثل نموذجا يحتذى به للتعاون الإقليمي البناء بين الدول الأفريقية الشقيقة لدعم جهود التنمية وتحقيق مصالح شعوبها. وفي وقت تساهم فيه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بأفريقيا في بناء قدرات الأشقاء الأفارقة. ودعم جهود الدول الافريقيه في تنفيذ اجنده افريقيا 2063 اسهمت قياده مصر لتجمع السوق المشتركه لشرق وجنوب افريقيا كوميسا التي بدات في نوفمبر من عام 2021 واستمرت حتى تسليمها لزامبيا في عام 2023 في تعزيز خطة التكامل والاندماج التجاري بالقاره الافريقيه اولويات رئاسه مصر للكوميسا تضمنت تعظيم التكامل الصناعي وزياده الاستثمار في البنيه التحتيه وتعزيز سلاسل التوريد الاقليميه فيما بين دول الكوميسا بالتناغم مع اتفاقيه منظمه التجاره الحره القاريه الافريقيه التي تعد الاكبر على المستوى العالمي منذ تاسيس منظمه التجاره العالميه في عام 1995